قامت ظهر أمس عمدة بلدية مدينة جمنينة مريم جمعة عباد بزيارة ميدانية لمراقبة أنابيب صرف المياه الصحي بكل من الدائرتين 8 والـ10، حيث كان برفقتها العمدة النائب وكذا ممثلي البرلمان بالدائرتين. تقرير بحر الدين عبد الشافد. تأتي زيارة عمدة بلدية أنجمينة إلى خزانات صرف مياه الأمطار الموسمية، والتي كادت تسبب فيضانات في بعض الحارات والمربعات في بعض دوائر العاصمة، وخاصة الدائرتين 8 والـ10. وكانت الزيارة بهدف التعرف على فتح مصارف المياه والمجاري المائية نحو الخزانات والأحواط العامة خارج العاصمة. هذا وقد توقفت العمدة ببعض محطات مولدات الطاقة الكهربائية بحي الدقر الرياض، وخلال لقاءات مع السكان طلبت منهم بعدم وضع القمامة في وسط الشوارع الرئيسية وكذا مجاري صرف المياه إلى الخزانات العامة. شفتوا قالنا جمينا وشفنا الألم ده بيه كتير، ده قلنا خلينا خطوا الاستاسيون دي بومباش، قال الألم ده بقدروا بيساعدونا وبمرقوا برا. ده بس أصلا شفتوا مشينا في الكنال، كنال أنا IFD أنا 6 أيام أو 8 أيام، ده هو ده شال الألمي هنا 8 أيام أروندسما وأنا 6 أيام أروندسما وماشي بودي في نور برا. ونفس الشيء استاسيون هيني ده كله جايب بشيل الألمي وبودي برا. دونك ليش شيء كل الألمي من انجمينا نمرقو برا من انجمينا. ناس هنا الميتورولوجي قالوا الألمي لسه كتير، ده أشارة بس الألمي جانا الألمي لسه كتير من نبجي، والشعب ما يقود يقولوا خلاص إلا الميري بس يجي ويخدمنا ولا الألمي ده يودي، لا هم من مكان واحد ده بيسدوا المجاري أنا الألمي. دونك أنا نقول للشعب كله خليه يساعدونا عشان المجاري أنا الألمي ده ما يسدوا. أما زيارة العمدة في أحياء الدائرة 10، وقفت ببعض خزانات صرف مياه الأمطار بقرية دبزين وقرية إفري، وتعرفت إلى أن بعض أنابيب صرف المياه تعرضت للتلف، وقد وعدت العمدة سكان المنطقة بتصليح هذين الخزانين في القريب العاجل، كما حست السكان في الاهتمام بشؤون حياتهم وتنظيم أمورهم الاجتماعية.